حذر رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي من أن انفصال الأقاليم عن دول الاتحاد الأوروبي مثل اسكتلندا أو كاتالونيا سيجعل منها أطرافا ثالثة تقع خارج نطاق الاتحاد ويجردها من حقوقها ومزاياها الأوروبية، وستكون فرصتها ضئيلة للانضمام لاحقا إلى الاتحاد. هذه الإجراءات هي توربيد في وجهة سير روح الاتحاد الأوروبي، لأن الاتحاد ولد من أجل دمج الدول وليس تجزئتها. هذا هو المطلب اليوم، الدمج وليس التفتيت. نحتاج لدول قوية وللاتحاد لمواجهة التحديات العالمية. راخوي شدد على الاختلاف بين الوضع في اسكتلندا وإقليم كاتالونيا المتمتع بحكم ذاتي ضمن الدولة الإسبانية، وكانت الحكومة المحلية الكاتالونية قد دعت لإجراء استفتاء في 9 نوفمبر تشرين الثاني المقبل، لكن الحكومة الإسبانية تراه غير قانوني.